كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن تقدم أكثر من 850 شركة للانضمام إلى برنامج صنع في السعودية. البرنامج الصناعي الجديد يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، إضافة إلى تنمية قدرات القطاعات غير النفطية من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر. انضم إلينا من الرياض فيصل بن سعد البداح، أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية. سيد فيصل، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. خليني أبدأ معك، حياك الله. من 850 شركة هذه اللي علمت أنها تقدمت للانضمام إلى برنامج صنع في السعودية، وش طبيعة هالشركات؟ كم قبلت منها أيضا للانضمام إلى هذا البرنامج؟ طيب، في البداية أحب أشير أنه البرنامج أطلق برعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد في 17 مارس، وتم عقد فعالية افتراضية للإطلاق والكشف عن الهوية في 28 مارس بقيادة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات. من 28 الشهر إلى تقريبا قبل أمس تقدم لدينا 850 شركة بطلب للانضمام للبرنامج. طبعا الشركات هذه موزعة على العديد من القطاعات، ومن أهمها قطاع الأغذية الطازجة والمصنع، المواد الاستهلاكية، الأدوية والمعدات الطبية، قطاع الكيماويات، قطاع المواد البناء، وقطاع الآلات الثقيلة والإلكترونية وغيرها كذلك من الشركات. وطبعا هذا يضم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. طبعا تأثير رعاية سمو سيدي ولي العهد كان كبير جدا، ويعني ولله الحمد يعني أحد الأسباب الرئيسية أن وصلنا إلى العدد الكبير هذا هو فضل الرعاية. وكذلك هذه برنامج وطني يحمل اسم غالي على قلوبنا، اسم السعودية، وهو يحمل هوية وطنية صناعية اسمها صنع في السعودية. وبالتالي خلينا بس ناخذ المعلومات حول هذه الشركات، كيف تتقدم الاستفادة من خدمات البرنامج، وأيضا ما المميزات التي يحصل عليها عندما يعني يكون عضو في هذا البرنامج؟ طبعا التسجيل سهل جدا، يكون عندك سجل تجاري ويكون عندك ترخيص صناعي من الجهات العلاقة، وبعدين أول ما تسجل معانا على طول تكون عضو في البرنامج، وبإمكانك أنك تستخدم الهوية الموحدة صنع في السعودية في جميع اللي هو حملاتك التسويقية عشان إيش تعزيز الهوية. كذلك بعد ما تنضم لدينا تقدر تقدم بطلب اللي هو تسجيل منتجاتك، وهناك بعض الشروط بسيطة لها، وبعد ما توافق على المنتجات تقدر أنك تطبع الشعار على جميع منتجاتك. كعضو معانا في البرنامج إيش حتستفيد؟ إحنا نعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة، الجهات الحكومية ستمنح أولوية في كثير من التعاملات في الهيئات. أهم شيء عندنا في البرنامج مثلاً هو برنامج كوميونيتي اللي هو تشاركي واجتماعي، وبالتالي في تبادل المعرفة بين المنضمين في البرنامج، في تعزيز للعلاقات، بتشارك معنا في ورش العمل، وكذلك بنسوق جميع الشركات المنضمة لدينا في البرنامج، بنسوق لجميع منتجاتها عن طريق الموقع الرسمي وجميع الحملات التسويقية. شكرا لك فيصل بن سعد البداح، أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية.